السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر موضوع في الأرترز والفينز، موضوع مهم ممكن يجي في الامتحان. دايابيتك فوت. ايه دايابيتك فوت؟ يعني عانى الدايابيتس ده كومبليكس ديزيز بيأفكت الجسم كله. اشمعنى الفوت اكتر حتة بيحصل فيها كومبليكيشنز في الدايابيتس تخص قسم الفاسكولار؟ هي الفوت، الرجل، زي ما التيرم بتاع الاسكيميا ده بروت تيرم في البرين وفي اللانج وفي الليفر وفي الهارت وفي كل حته، احنا كفاسكولار خدنا اللور ليمب. نفس الكلام زي ما الديابيتس ده بروت تيرم بيأفكت الجسم كله، دكاتره الفاسكولار خدوا الفوت وقال لك الفوت بتاعتهم بيحصل فيها اكتر من مشكله في عيان الديابيتك. اول حاجه، عيان الديابيتك عنده مايكرو انجيوباسي، الفيسلز بتاعته الطرفية سواء ارترز او فينز معتلة، وبالتالي التيشوز بتاعت اللور ليم بالذات الفوت القدم اسكيميك في العيان بتاع الديابيتس. عيان الديابيتس عنده اسكيميا في اللور ليم لان الديابيتس بيعمل بري سينايل اثيروسكليروزس. اثيروسكليروزس فوق في البيج ارترز هتعمل اسكيميا تحت. رقم اتنين، عيان الدايبيتس الانجيوباسي عامل عنده دايليتد فينز تورشوس بي بريدسبوز تو سكندري فاريكوزيتيز، وبيفتح الباب للفاريكوز فينز. يعني الارترز معتله والتيشو اسكيميك، والفينز معتله والتيشو دايليتد واديمتس. رقم ثلاثة، بريفرال نيوروباسي، عيان الدايبيتس مش حاسس بالاطراف بتاعته وبالتالي رجليه مش حاسس بيها. رقم أربعة، عيان الديابيتس immunologically deficient وبالتالي العيان ده عرضة في أي لحظة انه يحصل عنده infection في أي حتة في الجسم بما فيها اللور ليمب، الفوت، لو أي تروما، لو أي ألسر، لو أي injury، لو أي حاجة في السكن حصل فيها تير، الانفكشن تأتاكت على طول. ليه؟ لأن العيان ده الاميونيتي بتاعته ضعيفة. عشان كده الديابيتك فوت بتاعة العيان دي ميكسد، ممكن تكون اسكيميك مع نيوروباسيك، ممكن تكون نيوروباسيك مع فينوس، ممكن تكون اسكيميك مع فينوس، ممكن تكون ميكس. واغلب عيانين الدايابيتس المشكله في رجليهم الانفكشن والليجنز اللي بتحصل في رجليهم بتكون ميكس ما بين نيورو، يقول لك يا دكتور انا ضوافري بتطول وما بحسش بيها وبنساها لحد ما تغرس في الجلد، واجي اقصها يحصل منها بليدنج ويحصل منها انفكشن في الضوافر، ده نيوروباسيك. الاسكيميك، يا دكتور انا اطراف رجلي دايما بيضة باردة كولد، الدورة الدموية فيها ضعيفة وبيجيلي فيها كالوزيتز وديد تيشوز كتير في اطراف اقدامي، اسكيميا. يا دكتور انا اطراف رجلي عند الانكل متورمة وفيها فينز دايليتد وكونجستد واديمتس وابتدت تعمل ألسرز عند الميديال ماليولس وعند اللاترال ماليولس فينوس. يا دكتور أنا رجلي ابتدت الالتهابات والسكيل ليجنز اللي فيها تربي بكتيريا وطلع صديد وريحة معفنة ميكسد انفكشن بسبب الاميونيتي. يعني عايز تقول لي ان عيان الديابيتس لما اجي اتكلم عنه اوصف الديابيتس اقول ده سيستميك ديزيز بيأفكت الجسم كله يا دكتورة شيرين؟ اي. رقم اتنين، تقول ان الديابيتس بيعمل كومبليكيشنز في الجسم كله بس انا هركز على الفوت لان انت سألني سؤال فاسكولر. رقم تلاتة، تعرفني الكومبليكيشنز بتاعة الديابيتس بتيجي منين؟ ان عيان الديابيتس عنده بري سينايل اثيروسكلروز وبالتالي هو ان استيت اوف كرونيك اسكيميا. رقم اتنين، الديابيتس عامل ستيزز وعامل ديفيشنسي في البلاد سبلاي بتاع التيشوز وبالتالي عامل سكندري فاريكوزيتيز وعامل فينوس اديما وعامل ستيزز. رقم أربعة، الديابيتس عامل بريفرال نيوروباسي وبالتالي العيان عرضة أنه يحصل عنده تروما من غير ما ياخد باله منها. رقم خمسة، العيان ده الاميونيتي بتاعته مضروبة يا دكتور وبالتالي أي تروما أو أي ليجن أو أي ألسر هيحصل عليها سكندري انفكشن لا محالة، وبالتالي عيان الديابيتك فوت الاند ستيج بتاعته جانجرين يا دكتور، وغالبا الجانجرين دي دراي لأنه هو كرونيك اسكيميا وليس أكيوت. حتى لو جاله أكيوت اسكيميا اون توب اوف كرونيك بس برضه هتبقى دراي لأنه هو اوريدي deficient blood supply من الأول. يعني الإسكيميا اللي بتيجي في الديابيتس بتكون dry gangrene. طب إمتى الإسكيميا والجانجرين اللي تحصل في العيان الديابيتك تبقى wet؟ لو حصل infection وعفنت
ميكسد انفكشن، حتى لو تشو فيه كرونيك اسكيما تبتدي تنز وتطلع فلويد سيروس بلادي بيوريولانت سيروسانجينوس، خلاص بقت معفنه، بقت مويست جانجرين. يعني الاند ستيج بتاعت كل عيانين الدايابيتك فوت جانجرين. يعني انا كل اللي بعمله في الكير بتاع رجلين عيانين السكر اللي انا شغال احفظه لكم من اول السنه، بشتري للعيان ده وقت. اي عيان دايابيتك uncontrolled ابتدى يدخل في الكومبليكيشنز، نيفروباسي يوروباسي ريتينوباسي، خلاص الرجل برضو جاي في طريق، خلي بالك منها بقى، طول الوقت شوية، خلي بالك، أخر التروما، أخر الفينس ألسر، أخر الإسكيميك ألسر، أخر النيوروباسيك ألسر، اديله فينوتونكس، اديله فيتامينز، اعمل كير للرجل. الكلام ده علمي وساينتفك. أيوه هي دي إجابة السؤال بتاع الدايابيتك فوت كده، كير بروفيلاكسز، لأن العيان لا محالة رايح ناحية الجانجرين، مش بمزاجك. في خمسة فاكتورز متوفرين في عين السكر، كل فاكتور فيهم وحده يقضي على رجل. الاسكيميا وحدها بتعمل جانجرين، الفاريكوز فينز بتعمل فينوس جانجرين، النيوروباسيك ألسر اللي مش هتخف اللي في الهيل دي هتوصل للبون وهتعمل أوستيومايلايتس وهتعمل تيشنكروزز وهتعمل جانجرين. السكر في حد ذاته لو جرح صغير ولا جرح صغير حصل عليه انفكشن مش هيحصل فيه هيلينج وهيعمل جانجرين في الآخر من الميكسد انفكشن. انت كده خلصت الدايابيتك فوت، كلمتين عن النيوروباسيك ألسر شرحتهم، وكلمتين عن الإسكيميك ألسر والسايت بتاعها والإسكيميا، وان التيشوز إسكيميك وبالتالي الانجري فيها مش هيحس بيها العيان، والسكندري انفكشن فيري ايرلي، وكلمتين عن الفاريكوز فينز والدايلاتيشن والإديما، وانها الفينس ألسر بتيجي عند الميديال مالولس ممكن ما يحصل لهاش هيلينج وتتحول الى مارجولين ألسر او سكويموس سيل كارسينوما، وكلمتين عن الميكسد انفكشن ان عيانين الدايابيتس بيدخلوا في جانجرين المفروض انها تكون دراي، لكن لو حصل عليها ميكسد انفكشن بتبقى سيبتك. انفستيجيشنز يا دكتور للدايابيتك فوت، ايه الانفستيجيشن؟ دوبلر ودوبلكس، هو الفاسكولار كله دوبلر ودوبلكس، واعمل ارتريوجرافي عشان اشخص الكرونيك اسكيميا لو في اسوشيتد برجر، اعمل فينوجرافي عشان اشوف الفينز لو في اسوشيتد دي في تي وفينس ثرومبو امبوليك مانيفستيشنز، وعالج الكوز بقى. العيان اللي عنده كرونيك اسكيميا الحق رجله، اعمل له باي باس او اعمل له انجيوبلاست، يعمل له ستنت، اعمل له بالون دايلاتيشن. العيان بتاع الفاريكوز فينز عالج الدي في تي يا اخي، البرايمري فاريكوز فينز عالجها، اعمل ستريبنج لللونج سافنس، اعمل ستريبنج للشورت سافنس، احقن، اعمل انجكشن في امبولس، اعمل اند ارتريكتوم ويشيل الامبولس، في انفكشن اعمل ديبرايدمنت واعمل سكين فلاب. ايه ده عيان الدب بيتك فوت السؤال بتاعه، انا جاوبت كل الفاسكولار، اتكلمت عن الاسكيميا والتريتمنت بتاعها في الاكيوت والكرونيك، واتكلمت عن الفاريكوز فينز والتريتمنت بتاعها البرايمري والسكندري، واتكلمت على علاج السكر عامه الميديكال كنترول، ولو هو اورال هايبوغلايسيميك شفته على انسولين عشان تعمل ستريكت كنترول، ودي فيتامينز ودي مينرالز ودي انتيبيوتكس تو جارد اجينست السكندري انفكشن، واتكلمت كلمتين هل يلبس شراب طبي ويلبس حزام طبي اللي يقول لك حزام متبطن وحزام جزمه متبطنه وجزمه وكوتش. كل الحاجات دي كلام ساينتفك، لان هو ده العلاج بتاع عيان السكر، لانه في الاخر خالص لو دخل في ألسر سواء نيوروباسيك او اسكيميك او فينس وما حصلش فيها هيلينج حضرتك ومسكت في البون، امبيوتيشن جانجرين وامبيوتيشن ما لهاش حل. بس ما اعتقدش فيها اكتر من كده يعني، كده زي الفول فيما يخص الارترز والفينز. إن شاء الله لو كان في لينا عمر بعد شوية ما كانش في شغل ولا حاجة هشرح لكم الليمفاتيك سيستم. قبل ما اشرح الليمفاتيك سيستم عشان ما حدش برضو يقول ان انت ما بتحددش الحاجات المهمة دكتور، الليمفاتيك سيستم اهم سؤالين فيه differential diagnosis of generalized lymphadenopathy، وانا قلت تطلع منها سهمين localized وبعدين قلبت generalized او generalized from the start، كل الليمفانودز كبروا مع بعض في نفس الوقت بنفس السايز بنفس الحجم في كل حتة في الجسم، او ابتدوا بوان جروب بعدين انتقلت في الجروب الثانيه بعدين في الثالثه بعدين في الرابعه بعدين في الخامسه بعدين اصبح الجسم كله جنرالايزد. تاني سؤال ديفرنشال دايجنوزز اوف سيرفايكال ليمفادينوباسي، لان في ديزيزز كتير في النك بتعمل سيرفايكال ليمفادينوباسي، ممكن اجيبها لك واحده. رقم ثلاثة الليمفوما الهودجكن والنون هودجكن تتحفظ بالذات الكلاسيفيكيشن الان اربور كلاسيفيكيشن الكلينيكو باثولوجيكال كلاسيفيكيشن بتاع الهودجكن ليمفوما وال كلينيكال بيكتشر والايتيولوجي والتريتمنت بتاع الهودجكن والنون هودجكن ليمفوما، وكلمتين عن التي بي ليمفادينايتس، التي بي في الليمف نودز ممكن يجي لها عن طريق الليمفاتكس من بره اللي هو بيعمل بيري ادينايتس
اللي بيخلي الليمفنودز تبقى ماتد وليس امالجاميتد، ملزقه في بعض زي البلح العجوه بس اقدر اعدهم. اما التبي الميلياري تايب اللي هو الليمفادينويد اللي الشبيه بالليمفوما اللي بيدخل الليمفنود عن طريق الارتري والفين عن طريق الهايلم عن طريق البلد اللي جاي لها، ده بيخلي الليمفنودز تبقى طبيخ، تبقى امالجاميتد زي الكانسر بالظبط. عشان كده تسمى ليمفادينويد، لان الليمفوما اسمها القديم ليمف ادينوما، ما هي ليمف ليمفاتيك سيستم، ادينوما لان هي جايه فين؟ في الليمف جلاندز. والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.